لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يأتي عيد هامتي الرسل بطرس بولس بعد العنصرة، أي بعد نزول الروح القدس على التلاميذ وبداية حياة الكنيسة، مما يشير إلى عنصرة دائمة تستمر حتى المجيء الثاني. عيد هامتي الرسل بطرس بولس يعطي لنا فرصة للتفكير بالسر الرسولي، بسر الكنيسة الواحدة المقدسة الرسولية. أهمية بطرس هي في اعترافه بأن المسيح هو ابن الله الحي، وبقول السيد له بعد هذا الاعتراف: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. يعني السيد بقوله هذا: إيمانك بي هو الصخرة التي أبني عليها كنيستي. وقد أعطاه السيد مفاتيح ملكوت السماوات، أي سلطان غفران الخطايا، هذا السلطان نفسه الذي منحه أيضا للتلاميذ مجتمعين حين قال: كل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. أما بولس الرسول فهو هامة أيضا بداعي تعليمه وجهاده العظيم، فقد ترك لنا 14 رسالة منسوبة إليه، وقال: أنا في الأتعاب أكثر، وفي الجلد أوفر، في السجون أكثر، وفي الميتات مرارا كثيرة. وأضاف في مكان آخر: لستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. بحسب التقليد يظهر بطرس رسولا لليهود وبولس رسولا للأمم، أي الوثنيين. هذا له أهمية كبيرة في الكنيسة، إذ إن هذه الأخيرة تأسست من يهود اعترفوا بيسوع المسيح الذي هيأت لقدومه كتب العهد القديم. إسرائيل القديم كان يتوقع مجيء المسيح مخلصا لجنس البشر، وفي الوقت نفسه انفتحت الكنيسة عن طريق بولس الرسول على كل الأمم، حتى لا تبقى محصورة بأمة معينة ولا بعرق معين. عن نشرة الكرمة التي تصدر عن أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس.